ما الذي نعنيه عندما نقول بأن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية؟ هذا يعني بكل بساطة بأنه تم اعتمادها من قبل جميع بلدان العالم، وبالتالي هي أهداف لجميع هذه البلدان، جميع بلدان العالم، على عكس الأهداف السابقة، الأهداف الإنمائية للألفية التي تم اعتمادها عام 2000. هذا ما يقال عادة، وإن كان ذلك غير صحيح تماما، لأن الأهداف الإنمائية للألفية كانت أهداف عالمية بالنسبة لجميع البلدان، ولكن كان يتم النظر إليها كما لو كانت أهدافا للبلدان النامية، وأيضا من أجل تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية. وأساب في ذلك من أجل أهداف عالمية في مجال التنمية. هذه الأهداف جاءت بعد عام 1990، بعد انهيار جدار برلين، وحيث شهدت تلك الفترة انخفاضا كبيرا في المساعدات الإنمائية الرسمية، حيث تم الحديث آنذاك عن ترحل المساعدات، وبالتالي تم وضع الأهداف الإنمائية للألفية بدل المساعدات الإنمائية الرسمية. ولكن بعد تبني هذه الأهداف للألفية، عادت المساعدات الإنمائية الرسمية إلى وتيرتها، وإن لم تعد إلى نفس المستوى السابق ولكن زادت وارتفعت. كل البلدان اعتمدت أهداف التنمية المستدامة، هل هذا يعني بأن كل البلدان هي بلدان نامية؟ هذه العبارة قد تبدو صادمة. إذا قلنا للصومال بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد نام، هذا قد يبدو غريبا وعجيبا، ولكن الأمر يتعلق بما نعنيه بالنمو. هذا يعني بأن البلدان الغنية عليها أن تبذل الجهود في مجال التنمية المستدامة نفس الجهود التي ينبغي بذلها من قبل البلدان الفقيرة. هنا في هذا المخطط في الأعلى نرى بأن مستوى المؤشر التنمية البشرية، وهناك أيضا الخط الأحمر الذي يبين مستوى مؤشر التنمية البشرية المرتفع 0.8، ونرى أيضا الاستهلاك والطاقة، وهناك أيضا ما نسميه بالبصمة الإيكولوجية. حتى تستطيع المعمورة أن تستمر، يجب أن نقلل من هذه الخطوط، وبالتالي إن كنا في إطار التنمية المستدامة علينا في هذا المخطط أن نكون في المستطيل الموجود في الأعلى على اليسار. ولكن نرى بأنه ليس هناك أي بلد داخل هذا المستطيل، ليس هذا فحسب، ولكن نشعر بأن كل البلدان التي استطاعت أن تصل إلى مستوى تنمية عالي 0.8 قاموا بنفس الطريقة من خلال تبني نموذج استهلاك وتنمية غير مستدام. هذا هو المخطط الممثل بالسهم. هذا يعني بأن هناك تحدي مهم جدا، ولا سيما بالنسبة من البلدان الموجودة في المنتصف، وهي البلدان الأقرب إلى المستطيل كما نرى، من أجل تحويل نموذجهم في مجال التنمية المستدامة. عليهم أن يقوم بذلك بسرعة، وهذا له أثر بالنسبة على البلدان المتقدمة يصعب عليها الآن الوصول لهذه الأهداف. عليهم أن يعكسوا الآية إذا أرادوا الوصول إلى هذه الأهداف. ونفس الشيء أيضا بالنسبة لتلك البلدان التي لم تبدأ بعد بهذه الخطوة. هذا يعني بأن هذه البلدان عليهم في نفس الوقت أن يبدأوا بالعمل وأن يبتكروا نموذجا للتنمية جديد. أتحدث عن الطريق، ربما علي أن أتحدث عن طرق سريعة. البلدان الموجودة في المنتصف تسير بسرعة كبيرة جدا. هناك حوالي 20,000 مليار يتم ادخارها، أي استثمارها في الأرض سنويا. ما نراه بأن في هذا الطريق المستديم إذا سرنا فيه سنصل إلى ندخل في الجدار مباشرة، ولكن هناك طريق آخر على اليمين نحو أهداف التنمية المستدامة، وهذا يستلزم
تغيرا كبيرا في هذا الطريق. ما هي الكلفة؟ لا نعرف. الأمر لا يتعلق بآلاف المليارات على غرار الاستثمارات الحالية. هذا الأمر يستثمر إرادة سياسية لاعتماد نماذج جديدة للبلدان النامية وللبلدان الناشئة وللبلدان المتقدمة. وبالتالي كل البلدان تلتزم في هذه الأهداف كلها، ولكن الأهداف الشمال عليها العمل بصورة أكبر، لأن كل البلدان تلتزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أهدافها، الفقر، التربية، الصحة إلى آخره. هي تشارك على الممتلكات العامة العالمية، ولكن بلدان الشمال المتقدمة تلتزم بصورة متواصلة من أجل مساعدة بلدان الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما لصالح البلدان أكثر فقرا. إن هذا الالتزام هو هدف 17 المتعلق بالشراكة، والذي تحدث عن قواعد التجارة العالمية من أجل مساعدة بلدان الجنوب. هناك حديث عن تشاطر التكنولوجيا والوصول على تمويل التنمية بأشكال مختلفة. من بين أشكال التمويل يكمن في المساعدات الدولية، وبالتالي فإن أهداف التنمية المستدامة تعطي إطارا جديدا للمساعدات الإنسانية. جديدا لماذا؟ لأنه هذا الإطار لكل البلدان، ولكن أيضا كأداة للمساعدات الدولية أيضا. وبالتالي فإن أهداف التنمية المستدامة هي تشير أيضا إلى المساعدات الإنمائية الرسمية. نعم، مساعدات إنمائية رسمية، ولكن ما الذي نعنيه؟ أي إنماء نعني؟ أي تنمية نعني؟ نحن نعني بمصطلح التنمية الذي تم تعريفه في إطار الأهداف 17. وفي عام 2009 كان هناك اتفاق فيما يتعلق بتحديد مصطلح التنمية. هذا الأمر لم يكن موجودا سابقا، وبالتالي على كل بلد أن يضع خارطة للطريق للسير نحو هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة. هذا هدف يجب تحديد الطريق، تحديد المسار للوصول إلى هذا الهدف، بما في ذلك في إطار الاتفاق الذي جرى في عام 2015، أي اتفاق الدورة 21 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. وأيضا ينبغي تحقيق هذا المسار على المستوى الوطني. إذن وبصورة عامة علينا أن نذكر بأن كل البلدان تتعهد بأهداف التنمية المستدامة. المسار هو مختلف من هذا الطرف أو ذاك، ولكن الكل يلتزم. على سبيل المثال فرنسا، ومن خلال المفوضية العامة للتنمية المستدامة، قامت بوضع خارطة طريق فرنسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالنسبة لبلد كفرنسا لديها مسؤولة مزدوجة على غرار كل بلدان الشمال، أي تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أراضينا، ولكن أيضا مساعدة بلدان الجنوب من خلال سياسات مواتية ومن خلال المساعدات الدولية. بما أننا نتحدث عن هذه المساعدات الدولية، هي لديها الآن إطار متجدد يتم دعمها، دعم بلدان النامية. أنا أذكر بأن أهداف التنمية المستدامة هي تذكر بالتعهد التاريخي بتكريس 0.7% من الدخل القومي لصالح المساعدات الدولية للبلدان النامية.